نحن اليوم كتنسيقية محلية لموقع فاس واستمرارا في معركتنا النضالية التي بدأناها منذ 2007 ضد مخططات الفساد اللي كتنهجها الوزارة الوصية واللي كيبقى الهدف منها دائما هو تضييق الخناق على الممرض المغربي وقبر كرامته من جهة وتهميش صحة المواطن المغربي من جهة ثانية. نجسد هذه الخطوة النضالية والتي هي عبارة عن وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية متبوعة بمسيرة في اتجاه إدارة المعهد. فوالله للأمانة موقع فاس لم يخرج بهذه الخطوة بشكل استعباطي وعشوائي أو أنه كان في حب النضال، لكن فوالله كنا ملزمين للخروج عن صوتنا والنزول لساحة المعركة لكي نعبر عن مدى استنكارنا للتماطل والحقرة التي تنهجها كل من الوزارة والإدارة والحكومة تجاه مكونات الجسم التمريضي خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يعيشها الوطن. ونحن في هذه الوقفة نعبر عن مدى تمسكنا الدائم بنفذ المطلب العادل والمشروع، والذي نتحدى من هذا المنبر أي مسؤول في هذه الدولة أن يثبت لنا ولو مطلب واحد من هذه المطالب الثمانية أننا مبالغين فيه أو أنه غير مشروع. وفي هذا الصدد نطالب السيد الوزير وكل المسؤولين على القطاع بفتح باب الحوار أمام التنسيقية الوطنية، ونحيطه علما أنه في حالة استمرار لنهج هذه السياسة سياسة الأذان الصماء مع التنسيقية فإن هذه الأخيرة ستقوم بتطوير برنامج نضال تصعيدي وستتحمل معه هذه المؤسسات مسؤولي النتائج الكارثية لهذا التصعيد. جئنا اليوم نستنكر ونندد بشدة هذه السياسة التماطل التي أصبحت تنهجها كل من إدارة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذلك الوزارة الوصية مهمشة وضاربة عرض الحائط كرامة الطالب الممرض خريج الممرض والممرض المزاول. وجئنا اليوم كتنسيقية محلية لطلبة وخريجي وممرضين معهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، الإطار الوحيد والأوحد الذي يضم لحمة الجسم التمريضي بأضلاعه الثلاث طالب وخريج وممرض، متشبتين كل التشبث بملفنا المطلبي بمطالبه الثامنة المشروعة، مطالب تخص الطالب والخريج والممرض. أيضا جئنا نستنكر سياسة التماطل التي تمارسها وزارة الصحة وسياسة الضغط النفسي والمعنوي والمادي في حق موظفيها من اقتطاعات في وقت الجائحة ومن تعليق الرخص الإدارية في وقت الجائحة في الوقت التي نجد كل القطاعات، وإن لم نقول كل القطاعات ولكن معظم القطاعات قد كللت الموظفين ديالها بالدعم المعنوي بالدعم المادي، في حين أن موظفي وزارة الصحة يعانون الويلات من الخصاص المهول في الأطر التمريضية، في حين هناك تماطل في المساعدة على تخرج الدفعة وخريجين بالآلاف يعانون من البطالة وممرضين منهكين من الخصاص الذي يقدر ب 80,000 ممرض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. أيضا نطالب بالتعويضات عن التدريب الاستشفائية والحراسات الليلية بالنسبة للطلبة، وكذلك منصف الكفاءات والمهن وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة إخراج منصف الكفاءات والمهن، فكما قلت دائما لا يعقل أن ممرض يشتغل داخل مصلحة لا يعلم ما له وما لا عليه. اليوم احنا طلبه خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه جسدنا واحد الوقفه نضاليه اللي هي تتم المسار النضالي يمتد من 2007 الى حدود الساعه نظرا لعدم استجابه الوزاره لمجموعه من المطالب ودائما متحاول اجهاز على المطالب الطلبه والخريجي والممرضين. من بين هذه المطالب الاساسيه هو الرفض التام لجميع اشكال التعاقد سواء التعاقد مع وزاره الصحه عن طريق المديريات الجهويه او التعاقد الذي تنهجه حاليا الوزاره مع الخواص، حيث تتعاقد الوزاره مع طلبه القطاع الخاص بدعوى سد الخصاص في حين تؤخر من تخرج مجموعه من دفعات الممرضين وتقزيم المناصب الماليه لمجموعه من الخريجين العاطلين منذ سنة 2015، هذا إضافة إلى مجموعة من طالب الممرضين، حيث نرى أن الوزارة لم تراعي الدور والأهمية التي قدمها الممرض في هذه الجائحة وفي هذا الوباء وفي هذه المعركة، بل قامت بتحقيره من خلال التعويضات الهزيلة التي قدمتها له مقابل المجهودات التي قدمها منذ بداية الوباء. الممرضين لم ينالوا إجازات، لم ينالوا عطل، لم ينالوا راحة، بل هددوا حياة أبنائهم وآبائهم بنقل العدوى إليهم، لكن الوزارة زادت من تحقيرهم بهذه التعويضات، كما أنها لم تكتفي بالتعويضات فقط، بل
اجهزت على حقوق ممرضي ذوي التكوين السنتين باخراج مرسوم بمعنى الكلمه انه يجهز على حقوقهم ويحتقرهم، اضافه الى عدم رغبتها في اخراج هيئه التي تحمي الممرضين من جميع الدخلاء الذين يتطفلون على هذه المهنه، ما يعود بالسلب على مهنه التمريض وعلى العلاجات التمريضيه وعلى الصحه العموميه بصفه عامه. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.